بنأكد تاني، بنأكد على الكلام تاني. احنا عندنا الملفات الداتابيس بنقدر نعمل لها اكسس سواء من البرنامج بتاع الارك ماب، تمام، او من برنامج الارك كاتالوج. الداتابيس في الارك كاتالوج تقدر نعمل لها استعراض كده زي الملف اللي قدامنا ده، ونقدر نشوف الايه، نستعرض الكونتنت بتاعت كل ايه، كل لاير، تمام، وفقا للايه، دي حسب الايه، اقدر اعمل لها معاينه كده، واقدر اشوف الداتابيز وانقلها من مكان لمكان، واعمل لها اكسبورت وامبورت وايه، وارتبها زي ما انا عايز يعني. فده بالنسبه للايه، للداتابيز يعني. بالنسبه للملفات اللي انا بقدر استعرض من خلالها البيانات، قلنا ان احنا عندنا باستخدام برنامج الارك ماب بنقدر ان من خلال التول دي، ان انا اقول له اد، واقدر انا دي مثلا خريطه فاضيه خالص، هروح اقول له انا عايز اروح على الفولدر كونكشنز او المولدات اللي انا اشتغلت عليها قبل كده وعملت بيها ارتباط، و يكون مثلا ان انا عايز اقول له مثلا الفولدر ده فيه نوع داتابيز اهيت كذا واحده. لو انا رحت كده مثلا على دي، طب انا عايز اشوف الداتا دي، مش هنا كده، افترض يعني ان دي داتابيز، اقول له مثلا لو انا عايز اضيف مثلا اي حاجه، ممكن اقول له دي مثلا اللير دي، لو عندي لير تانية مثلا برضو دي فيها بيانات كده، ممكن، لا مش دي، لو انا مش عايز، مش يعني اللير نفسها نزلتها غلط، مش عايز دي، فبقول له ايه ريموف، تمام، وارجع تاني ايه اضيف مثلا ايه دي مثلا كده. لو انا عايز برضو دي مثلا اجيب دي، وقلنا كمان انا ممكن اضيف زي بيز ماب كده، ولا خريطه اعملها زي خلفيه للماب نفسها، واقدر كمان ان انا اغير لونها واغير سمكات الخطوط بتاعتها، لو هي عشان يبقى ايه السكيل او البرزنتيشن بتاعها يبقى ملائم يعني. وقلنا كمان ان انا اقدر اضيف مثلا صوره فضائيه، طيب نقلت الفايلز من مكانها، فالظاهر ايه المسار بتاعها اختلف. واحنا قلنا انه انا هنزل دي مثلا، الصوره دي، فدي ايه الصوره الفضائيه نزلت على المكان بالظبط. احنا كنا عملنا قبل كده في اول، في واحد من اللقاءات السابقه، جبنا دي من جوجل ايرث وعملنا لها ريكتيفيكيشن، او يعني عملنا لها ازاحه بحيث انها ايه تظبط المباني، تبقى المباني تقريبا في ايه في اماكنها يعني. ولو حتى الصوره الفضائيه دي قلنا ان انا ممكن من خلال الخصائص بتاعتها اقدر اعمل ايه في الديسبلاي، اقدر اديها نوع من الشفافيه يعني. من هنا الديسبلاي كواليتي، لا ممكن هنا الكواليتي، هنا البرايتنس، هنا الترانسبيرنسي. هنا لو انا عملت دي 50% مثلا، ابتدي ايه تبقى الخريطه اوضح، اتقل دي شويه عشان تبان.
وحتى لو عايز اغير لونها خالص تبقى لونها ابيض مثلا، بحيث تبقى اوضح. حسب بقى انا اللي ايه، انا اللي بختار ال، ودي خليني اغمقها تاني زي ما كانت. فيبقى عندي الخريطة المرسومة والمصور الفضائي تقريبا ايه، موجودين الاثنين فوق بعض، حسب بقى البرزنتيشن اللي انا عايزه، حسب الداتا اللي انا عايز ايه اعرضها. فممكن تبقى كده وممكن تبقى ايه بالشكل ده. واتكلمنا كمان على ان انا ممكن اعمل، خلينا نشوف دي في اي لير من دول فيها بيانات، ممكن اطلع على البيانات بتاعتها من خلال ان انا استعرض التيبل نفسه، التيبل اللي هو بالشكل ده، ان كل مبنى من المباني دي، كل واحد من المباني دي له ايه، له سطر في الايه، في الجدول ده، وده جدول البيانات اللي احنا ممكن نستعرضه من خلال ايه، ان انا اضغط رايت كليك على الاسم اللير واقول له اوبن الاتريبيوت تيبل بتاعتها. فالتيبل تكون ايه بالشكل ده. وقلنا انه لكل رمز من الرموز دي له ايه، له اختصار. ممكن احول الايه الرموز دي لايه، اعمل لهم سيمبولوجي زي كده مثلا. هقول له الخصائص، هقول له السيمبولوجي بتاعها، عايزها كاتيجوريز بمعلومية اي حاجة من الحاجات دي، وليكن مثلا كونستراكشن تايب، واحط الفاليوز كلها، اكنسل سوري اد الاول فاليوز. ممكن اشيل بعض الفاليوز اللي هي مثلا النال، اللي هي مثلا في بعض القطع الاراضي الفضاء ها، او الاراضي اللي ملهاش داتا، فايه فبشيل الداتا كده. انا عملت سيمبولوجي للايه، للمباني حسب الايه، حسب الكونستراكشن تايب. الكونكريت مثلا ممكن اغير لونه اخليه خلاص اسود مثلا، ومثلا الستيل مثلا ممكن اخليه ازرق مثلا. اي انا اللي بحتار بقى الايه السيمبولوجي حسب الستاندرز بتاعتنا. الوود او المباني الخشبيه ممكن اعملها لونها اصفر مثلا، وبالتالي انا ايه تبقى انا دي داس. اشوف هنا برضو هنا في السيمبولوجي، اعتقد والله اعلم انه ايه، في بعض المباني انت عم حطت انها اس ستيل وبعضها اس تي على انها ستيل، وده كان ايه عمل لخبطه يعني. على اي حال يعني انا اقدر اعمل السيمبولوجي باي معلومه ها، من المعلومات اللي ايه في في التيبل ده، عدد الادوار، ارتفاع المبنى، نوع المبنى وحالته، استخدامات المبنى، يعني ايه في عناصر كتيره قوي ايه اقدر اعمل منها. كل واحده دي ايه بحطها في خريطه ايه مستقله. وكلمنا كمان في المره السابقه على ان انا ازاي اعمل الكلام ده، احطه في لوحه في ورقه واضيف لها ايه العناصر الاضافيه اللي انا ممكن ايه اضيفها. قلنا اتكلمنا على سهم الشمال، واتكلمنا على بعض الجرافيكس، ممكن اضيف صور، ممكن اضيف سكيل، ممكن اضيف كتابات، ممكن اضيف فريم، ممكن اضيف تيبل للخريطه وكده. النهارده هنتكلم على جزئيه ثانيه اللي هي ايه بقى، اللي هي ان احنا انا عايز اضيف في الـ في الـ في الـ في الخريطه دي او في قاعده البيانات دي، عايز اضيف عنصر جديد، عايز اضيف عنصر جديد. هروح على الارك كتالوج كده، وبس خلينا الاول اشوف انا جايب الداتا دي منين، انهي نسخه داتا بيس يعني في الارك ماب. في خريطه تفتح دي مثلا، دي اللي استمرين اللي سويناه المره اللي عملناه المره الماضيه، اللي هو ايه عملنا مفتاح الخريطه وعملنا بعض التكست وسهم شمال وسكيل باكثر من طريقه، وعرفنا خرطوشه او برواز للوحه، وعملنا فريم للخريطه، وحطينا بعض الجريد تحت الخريطه، وضفنا بعض الجرافيكس اللي على سواء جرافيكس هنا على على الخريطه المطبوعه، او حتى على الايه على الخريطه نفسها اللي هي اللي فيها الوضعيه. احنا قلنا ان في وضعيتين، في وضعيه بتاعت اللي هي استعراض البيانات، وفي وضعيه بتاعت ايه اللي اوت بتاع الطباعه. يعني كل البرامج بتاعت الجرافيكس بتعمل وضعيتين، زي الاوتوكاد وزي الريفيت وزي الراينو، يعني في كتير من البرامج الهندسيه
كلها بيبقى في وضعيه للدرافتنج والعمل، وفي وضعيه تانيه للايه؟ للطباعه والاعدادات بتاعتي. هنشوف كده. انا عايز اضيف في خريطه من دول، خلينا اقول بس دي الخريطه دي، وليكن المباني بتاعتها، اشوف خصائصها، ادور على السورس بتاعها. السورس بتاعها فين؟ موجود في فولدر اسمه تيست 1.2. حلو قوي. فانا هروح على فولدر اسمه تيست 1.2 ده، اعتقد من هنا، ايوه تيست 1.2 اهو، الداتابيز اللي جواه اهي. حلو. وهروح اقول له ايه؟ انا عايز اعمل، وليكن في اي مكان يعني، هقول له كده نيو كويس فيتشر داتا سيت، فيتشر داتا سيت، هسميها ايه؟ هسميها وليكن يعني ايه، احنا النهارده 15 فبراير. حلو. وزي ما قلنا ان احنا يا اما ما بنسيبش سبيس، او بالكثير قوي بنعمل ايه؟ اندر سكور كده، عشان الايه؟ السبيس بيعمل ايه؟ بعض المشاكل في ال contains invalid characters، غالبا الايه؟ اندر سكور هنا اهو، مش ايه؟ الداتا بيز مش قبلها. فهقول له نكست برضه. طب نسميها ايه؟ تمام. بيسالني بقى، بيقول لي انت عايز تحط النظام الاحداثي بتاع اللاير دي، او المجموعه من العناصر اللي هرسمها دي، انهون. فانا هختار ده، دول الايه؟ الموست يوزد قبل كده يعني. هقول له اوكي نكست. تمام. وبعدين بيقول لي الزد اللي هو الكوردينيت، النظام الاحداثي الراسي، هقول له برده نفسه، وده الحد الادنى. ولو انا عايز اغير التولرنس بقى ايه؟ بحط على الام هنا، هو تغير الايه؟ الديفولت بتاعه. هقول له فينش. تمام. فانا كده عملت في الداتا بيز دي فيتشر داتا سيت، او مجموعه عناصر مرسومه فاضيه. حلو. وهاجي هنا اقول له في الارك ماب بقى، سواء دي او دي، انا فكرت مرتين يعني، هقول له ايه؟ شغل لي احنا دي اللي احنا اي او دي اللي احنا شغالين عليها. هقول له ايه؟ عايز افتح اعمل اديتنج على الداتا بيز. اعمل اديتنج على الداتا بيز منين؟ من الاديتور. فين الاديتور؟ اقول له كده واقول له ايه؟ شغل لي الاديتور. ادي الاديتور اهو. تمام. واقعد اجيبه هنا فوق كده واقول له ستارت اديتنج. حلو. وبعدين اما اجي اعمل بقى ستارت، انا عايز ارسم بقى حاجه وعنصر جديد، ها، واعمل له بتاع ده، واعمل له داتا يعني. فهعمل ايه بقى؟ هقول له هروح الاول تاني، معلش، هنا في دي كويس، في الفبراوري اللي انا ضفتها ديت، وهقول له ايه؟ فايل نيو فيتشر كلاس. فيتشر كلاس ايه بقى الفيتشر كلاس ده؟ هسميه بقى ان انا ايه؟ مثلا هيستوريك. بس كويس. ولو انا عايز اضيف له الياس اللي هو يظهر لي في الجدول يعني، او يظهر لي باسم تاني، مش عايز خلاص، مش محتاج اضيف. وبعدين نوع العناصر، انا عندي فيه كذا نوع يعني، انا هشتغل بوليجون دلوقتي، في لاين وفي بوينت وفي مالتي بوينت وفي مالتي باتش، احنا هشتغل على بوليجون دلوقتي. تمام. وخلاص مش عايز اضيف اي حاجه تاني، هاخد على الديفولت. وبعدين دي البيزك انفورميشن بتاعت العناصر اللي هتتحط هنا اهو. ممكن انا لو عايز اجيب انفورميشن اضافيه من جدول ولا بتاع، اعمل امبورت من هنا. تمام. بس انا مش هعمل حاجه دلوقتي، هاخدها ايه كده، ايه هعملها فيتشر. دول دي فيتشر داتا سيت ودي فيتشر كلاس. تمام. فاضيين خالص. وهروح على الارك ماب اللي انا فكيته عشان اعمل اديتنج اهو، ده اللي هو احنا بنعمل فيه اديتنج. وهقول له ايه؟ اديتنج تولز كرييت فيتشرز. كرييت فيتشرز فين بقى الفيتشر اللي انا عايز اشتغل عليها؟
هو جايب لي دلوقتي هنا، تمام، دي الفيتشرز، دي اللايرز اللي موجودة. خلينا الأول، خلينا بدأ نعمل الأول إيه إضافة ليها للفيتشر اللي إحنا جبناها طالما مش موجودة. إحنا قلنا إن إحنا بنخش على الأرك جي إس، على دي كده صح، الداتابيز فبراير والهيستوري دي اضيفها، تمام. بقى عندي دلوقتي اللاير دي بقت موجوده اهي، حلو. ابتدي ارسم عليها بقى، انا انشاتها في الارك كاتالوج وحطيتها جوه فيتشر داتا سيت لوحدها عشان ممكن اعمل كذا حاجه معاها، وعشان كلهم ياخدوا نفس الايه نظام الاحداثي بتاع بعض. وبعدين هروح هنا اهوت، انا هكتب ايه بقى؟ كرييت فيتشر، تمام. المفروض انها تظهر لي هنا فلتر باي جروب باي. خلينا نقفل دي ونشغلها مره ثانيه عشان يقرا الداتا. هنا هقول له ايديتنج كرييت ايه؟ كرييت فيتشر. المفروض انه يديني اللاير اللي انا هشتغل عليها. هنا اول ست، تمام، دي اللير اللي احنا شغالين عليها، ودي اللير. طب استنى كده، احنا عاملين ايه؟ كلير سيلكتد فيتشرز، احنا عاملين يمكن لير تبقى هي بس اللي سيلكتد اس 5 ووك واي، تمام، اول ست، ودي الخريطة، وده المصور الفضائي، وده ارتفاعات المباني. اوكي، اللي هم دول. اسمه هيستوريك، اوكي. طب استنى كده، معلش، خلينا نقفل الداتابيز من هنا، تمام، ونقفلها برضو من هنا، ونرجع نفتحها تاني عشان ايه؟ يقرا الداتا التعديلات اللي عملناها في الارك كاتالوج. هنا هوت كرييت فيتشرز، ايوه، هيستوريك ابتدت تبان اهي. ما كانتش باينه ليه؟ ما كانتش باينه عشان الداتابيز كانت مرتبطه بالايه؟ بالارك كتب. احنا قلنا انه لما بفك اي فايل كده اشتغل عليه، يكون زي ده كده، هو بينشئ هنا هو حاجه اسمها ايه؟ لوك على الداتا. فليه بقى؟ لانه التغييرات كل ما انا اعملها لازم اعمل ايه؟ لازم ما بتسيبش، لازم سيفها في الاخر وانا بخرج من السيشن بتاع الايديتنج يعني. طيب انا هاخترت ديت وهبتدي اعمل ايه بقى؟ هبتدي اعمل الايديتنج تول اللي هي الكرييت، تمام، كرييت ايه؟ بوليجون. ها بوليجون اهو، وابتدي اقول ايه؟ انا عايز اعمل وليكن حلو تحت شويه كده، وليكن مثلا انا عايز اعمل بوليجون هنا اهو حوالين الايه؟ الحيز ده كده. طبعا انا ايه السناب هنا اهو عمال يلقط في ايه؟ في ركان، انا مش عايزه انه ايه يلخبطني كده قوي يعني. ممكن الغي السناب او اوقفه شويه بشكل مؤقت، او اغير ايه المود بتاعه، الاوبجكت سناب يعني. بمشي كده برسم اهو،
شبه البرامج الجرافيكس زي الباور بوينت وزي يبقى انا مش محتاج ان انا ارسم في الاوتوكاد ولا غيره، انا ممكن ارسم ايه هنا مباشرة. انتهيت، يا اما بضغط في اتنين او ماوس يمين واختار ايه فينيش سكتش. طيب يبقى ده اول عنصر انا عملته في الايه في الفيتشر داتا سيت اللي انا ايه انشاتها. طيب هنا برضو ممكن انا اقول له انا عايز دي شفافة مثلا، وعايز ده السيمبل بتاعه يبقى عايز يبقى مثلا لونه احمر، او ان انا اقول له الاوتلاين ده عايزه مثلا يبقى دبل ولا دوتد ولا اي حاجة من ايه من الحاجات اللي موجودة ديت، واقدر اعمل امبورت للايه للخطوط ديت لو انا عايز اعمله. المفروض بقى ان انا ايه كده يبقى انا ايه الـ حددت، يعني انا عملت المضلع ده عشان ايه عشان احدد بيه يعني بعض المباني، اقول مثلا دي منطقة مباني تاريخية ولا مباني لها قيمة او كذا يعني. ف سيلكشن كلير سيلكشن كده يبقى انا ايه. طيب البوليجون ده عايز اديله بيانات، اضيف له بيانات. هو دلوقتي ايه في عنصر واحد في اللاير دي تمام، اللي هو ده اللي احنا انشاناه وملوش اي بيانات لسه، هو البيانات اللي هي الهندسيه بتاعته. عشان اضيف بيانات قلنا ان انا لازم اقفل الايه الداتابيز، والا هتبقى ايه اد فيلد هنا اهو هيبقى ايه ما هوش اكتف يعني. فانا هعمل كده هقول له ايه سيف اديتس. لو ما عملت السيف اديتس خلاص اللي انا رسمته ده راح، ستوب اديتنج، وهروح كده الاقي ايه انه الاد فيلد دي صارت شغاله، اصبحت شغاله بالنسبه لنا. وهسمي مثلا الفيلد ده انه مثلا ايه نمط المنطقه مثلا، لازم انجليزي ها area طيب بس وخلاص. هو ده برضه هختار نوع الكلام اللي هيبقى فيه ايه، ممكن اختاره تكست تمام واقول له اوكي. لما عاوز بقى ادخل بيانات كده انا ايه ضفت كولوم جديد للايه لللاير دي، عايز ادخل بيانات ما ينفعش بقى ادخل وانا ايه وانا في الوضع ده، لا يا اما اعمل لها كده فيلد كالكوليتر وهقول له انه دي تساوي، واروح حاطط بقى كوتيشن واروح كاتب مثلا ايه هيستوريك عشان ياخدها على انها تكست تمام. غير كده لازم اعمل دي كده ستارت اديتنج ها، وفي الحاله دي اسمح لي بقى ان انا ايه اغير هنا هو هيستوريكال مثلا، يعني اسمح لي ان اغير عليها وبعدين ايه اسيف الايه التعديلات واعمل ستوب. يبقى دي الطريقه اللي انا ممكن اعمل بيها ارسم بيها جوه الـ جوه الارك ماب، يعني ماني محتاج ان انا اروح زي المرات اللي فاتت ان انا اروح الاوتوكاد ارسم وكده. كمان انا اقدر اعدل يعني، شوف كده لو انا قلت له ايه ستارت اديتنج، احنا شفنا الحكايه دي المره الماضيه، انا مثلا ايه عايز اعدل دي اعدل البلوك ده، فاقول له ايه مثلا يعني انا عايز اعدله عايز اقسمه اتنين كويس، فاروح اعمل كده 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 مثلا واضغط فينش سكتش. بس دول بقوا ايه عنصرين غير بعض بس ياخدوا نفس الداتا بتاعت بعض، يعني هتلاقي لو انا فتحت الجدول بتاع البيانات بتاعت اللاير دي هلاقي نفس الايه الداتا. كمان انا اقدر اعمل ايه اقدر اقول له كده مثلا اقول ايديت فيرتسز زي ما عملنا المره الماضيه، وراح شادد دي كده بره شويه
ماسح دي خالص وشادد دي برضو بره شويه، وبالتالي انا ايه اقدر اعدل في الايه في العنصر المرسوم، سواء ان انا بقسمه اتنين، سواء ان انا بعدل شكله، سواء يعني ايه زي ما انا عايز. عايز ارسم عناصر جديده، اقدر ارسم عناصر جديده زي ما عملنا هنا كده. نشوف هاجي هنا على اللاير دي، احنا دلوقتي في وضع ايه اديتنج، هقول له بوليجون مش كده. خلينا نشوف اللاير ايه ايه اللي احنا عايزين نعمل عليها دي مثلا. اوكي كده، واقول له ايه اسمها ايه بقى، ما مش باين لها اسم، اللي هي دي اللي فوق دي مش كده، اللي هي دي. هقول له اعمل بوليجون هنا، واروح جاي هنا كده. دي لير تاني خالص غير الاولانيه. ها اقول له فينيش ستيتش، تمام. فانا يعني ممكن اضيف على اي لير من اللايرز دي، سواء اللي تظهر قدامي، المفروض تظهر كلها قدام مني يعني، واضيف عناصر عليها واعدل على العناصر بتاعتها وهكذا. وزي ما قلنا كمان، انا ممكن اجي على لير من واحده من اللايرز اقول له ايه سيلكشن، اقول له ست ميك ذيس ذا اونلي سيلكتبل لاير. يعني ايه؟ يعني لما امسك كده سوري معلش دي سكتش كده، لما اجي امسك كده بالعناصر ما يتمسكش غير الايه غير اللير اللي انا ايه حددتها، تبقى هي اونلي سيلكت، يعني الطريق ده ما يتمسكش خالص. الاحمر اللي انا عملته دلوقتي ما بيتمسكش. طب انا كده ايه يسهل لي عمليه الدرافتنج يعني. فده وسيله ان انا اقدر اعمل حذف واضافه للعناصر المرسومه. المره الماضيه اتكلمنا على الجداول وازاي نضيف فيها، سواء نضيف كولومز او نشيل كولومز او نضيف داتا في اي كولوم واحد من الكولومز، وقلنا ان لما نحفظ من ايه؟ من هنا، ما بنحفظش من فوق، من هنا اهو. لما نعمل سيف بيعمل سيف للخريطه مش للايه؟ مش في قاعده البيانات. احنا قلنا عندنا ملفين، ملف اللي هو ده الخريطه، وملف اللي هو ايه الدي بيز اللي هو الام دي بي اللي اتفقنا ان احنا هنشتغل عليها، اللي هو ايه ملف قاعده البيانات. البيانات كلها موجوده هنا اهو، وممكن يبقى عندي من ده الملف بتاع الخريطه ده عشرات الخرائط كلها بتطلع منها من نفس قاعده البيانات دي، بطلع معلومات ايه اضافيه اتعامل معاها. طيب دي كانت الجزئيه الخاصه بالدرافتنج جوه الايه جوه الجي اس، من غير ما احتاج ان انا اروح للايه للاوتوكاد. دلوقتي هنتكلم على جزئيه ثانيه اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ازاي انا اعبر عن الشغل بتاعي ده باستخدام ال 3 دي؟ ازاي انا اشوف 3 دي؟ مبدئيا كده دوت في اكستنشن اسمه 3 دي اناليست. لما اختار كده بالماوس يمين في الاول قائمه كده اسمها ايه؟ 3 دي اناليست. هو ده اكستنشن للبرنامج اللي هو ده البار بتاعه عامل كده. هو برنامج تقريبا تاني يعني، شوف كده اركسين اسمه اركسين، او ان انا ممكن من المنيو هتلاقيه نازل موجود هنا في الايه في الارك جي اس، في اركسين هتلاقيه موجود هنا. الاركسين ده مشابه للارك ماب، مع بس فارق ان هو ايه بيورينا العناصر ثلاثيه الابعاد. هنشوف بسرعه كده ازاي اشوف العناصر بتاعتي ثلاثيه الابعاد. شغال تقريبا اشتغل. طيب برضو شبه يعني تقريبا نفس الايه القوائم بتاعه الارك ماب. خلينا برضو اضيف اللايرز زي اللي كنا ضايفينها قبل كده. نشوف كده دي الهيستوريك اللي احنا عملناها. خلينا اضيف اللاير ديت مثلا كويس. ادي دي ايه اللاير اللي كانت موجوده عندنا في الايه هنا كده اللي هي ايه في
تمام، اللي هي المنطقه دي موجوده بقت عندي ايه في الاركسين، اقدر اعمل لها سيمبولوجي. اه نفس الحكايه هنا، بس هنا العناصر ازود شويه، تمام، فانا اقدر اعمل لها هنا سيمبولوجي كاتيجوريز معلوميه، مثلا زي ما عملنا المره اللي فاتت كونستراكشن تايب مثلا، ولا ماشي اد اول فاليوز. طيب وقلنا هنشيل الفاضيين دول مثلا، والله اوكي، فبقى عندي ايه عناصر ايه بتاع ده ملونه، يعني اقدر الونها كده مثلا، وده النظام الانشائي، بعضهم سكيلتون وبعضهم ايه حوائط حمله ولا حاجه زي كده. طيب انا عايز بقى اشوف اللايرز دي 3 دي، هو البرنامج ده بتاع الايه خاص بال 3 دي، هاجي كده اقول له ايه بروبارتيز تاني، واروح اقول له ايه اكستروجن، اقول له اه اكستروجن بمعلومية ايه بقى الهايت مضروب في ايه بقى، انا مش عارف الهايت ده بالمتر ولا بالبتاع، هضربه مثلا في 3 واشوف يحصل ايه. غالبا الهايت ده بالمتر، ولا اقدر برضو من هنا اشوف الايه التيبل او الجدول بتاع البيانات، فين الهايت، الهايت اهو، الهايت ده من غير ايه، مش عايز اضربه في حاجه هو على طول، فانا هروح جاي تاني على الخصائص، وبدل ما اضرب في 3 هروح ايه مغير المعادله، اقول له اوكي. دي ارتفاعات المباني انا شايفها 3 دي، ولو انا عندي المعلومات دي طبعا عشان اعمل ارتفاعات لازم تبقى العمود نفسه اللي انا باخد منه البيانات لازم يكون رقمي، يعني ما ينفعش اقول له ايه اعمل لي الارتفاعات دي بمعلومات مثلا نوع الانشاء، مش يعني هو حتى لو كان رحت كده العناصر الوحيده اللي بيقدر يظهرها لي الاريا والطول المحيط والايه والهايت، الهايت ده اللي احنا عملناه. يبقى انا اي معلومه رقميه اقدر ان انا احولها ايه ارفع المباني بمعلوميتها، كويس. طيب لو انا عندي بقى شويه كونتور كده عايز اعملهم وارفع المباني دي عليهم عشان اعمل لهم برضو ايه اعمل نوع من الفيجواليزيشن كده ليها، يعني يبقى فيها نوع من الايه من بتاع ده من الواقعيه بعض الشيء، فهعمل ايه، هروح كده مثلا انا هروح دلوقتي معاك اعمل شويه كونتورز في الاوتوكاد، تمام، ونشوفهم مع بعض. خلينا نفتح شغل الاوتوكاد ونشوف طريقه ايه ازاي انا اعملهم ايه احولهم لكونتور اشوفه واعمل له معاينه وكده. انا في كذا طريقه ان انا يعني اولا في خرائط اللي هي اللي بيسموها المصورات الفضائيه دي بيبقى فيها الكونتورز بتاعتها، تمام، وفي كمان وسيله ثانيه ان اجيب الكونتورز من جوجل ايرث برضه. خلينا المره دي نشوف نجرب كده ايه نعمل الكونتور بتاعنا احنا على المنطقه دي تقريبا فلات بقى، فانا يعني مش هينفع نجيب لها بتاع ده. ايوه خلينا ناخد دي الاكزامبل ده، اعتقد هي دي المنطقه المباني بتاعتها عندنا، وحاجة أعمل إيه؟ حاجة أقول له بولي لاين، وهرسم كده إيه والآخر أقول له كلوز، دي اللي إيه الكونتور لاين الأول يعني. هعمل واحد تاني في الاخر بقول له كلوز، واعمل واحد تالت، بس انا عايز الغي السناب عشان ايه اقدر ارسم بايه بحريه.
المفروض انها يعني ايه، انا بس يعني بعمل سامبل ليك عشان ايه، عشان نقدر نشوف البتاع. وهروح على الفيو ديت واقول له ايه، فيو بورت اتنين، فيو بورت بقسم الشاشة اتنين كده عشان ايه اشوف الكونتور بتاعي. وبعدين هقول له بي اديت، واختار ده كده واقول له فيت عشان ايه يحول لي الكونتورز لايه، خطوط ايه سبلاين لو عايز برضو. تمام، دي الايه يعني الكونتور اللي احنا ايه رسمناه. نغير لون كمان عشان ايه نميزهم. كده بعدين الخطوة اللي بعد دي بقى ان انا عايز اعمل، عايز ارفع الكونتور ده في الايه، في اتجاه ايه في الواجهة يعني. فهعمل ايه، هعمل موف كده كده ل 3 متر مثلا، هلاقي ايه ان هو اترفع الخط ده 3 متر. الخط اللي بعده وعادة بتبقى يعني مترين، 5 متر، 10 متر، حسب ايه الخريطة يعني. نعمله 6 متر كل واحدة عشان ايه يبقى دي 9 متر. ودي هرفعها 12 متر. بعد كده بقت عندي ايه، بقى عندي الكونتور كده ايه متدرج كده. تمام كده. طيب حاجة اعمل ايه بقى، هقول له ايه دبليو بلوك عشان ايه اصدر الفايل ده، خليه بالميترز. والاوبجكتس هختار ايه دول كده كونتورز، واحطها في مكان اكون انا ايه عارفه. اقول له مثلا دي ايه سي 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 مثلا، بس كلها بتسمي الاسامي كده الغريبه شويه. طيب خلاص كده، ومش هحدد بيز بوينت، البيز بوينت هي الصفر والصفر بتاع نفس الآية عشان ما يغيرليش الايه الاحداثيه. وهروح اقول له اوبن، احنا حطيناها هنا تقريبا ده، مش فارق بقى معايا المعاينه، انا يعني المعاينه ممكن ارجعه تاني وان فيو بورت، مش فارق خالص. لا خلينا نجيب ال بورت بلان كده. وبعدين هنا هقول له ايه سيف اس، واختار ايه فيرجن قديم عشان ايه الجي اس يقدر يستقبله. يس حلو كده، بس احنا عملنا الكونتور اهو، سيفناه الكونتور جاهز. او انت عاده ممكن يجيك الكونتور جاهز وانت تشتغل بيه. طيب بروح اعمل ايه بقى، سيف، لا مش عايز خلاص كده. بروح اشغل الارك كتالوج، الارك كتالوج حلو. هو ينفع من هنا وينفع من الارك، من الارك ماب والارك سين والارك كتالوج، اللي هو ايه بقى، هروح اشغل الارك تول بوكس. بس انا جربت من هنا الظاهر في باج في النسخه دي مضروبه الظاهر، اعطاني ايرورز يعني. بروح في الارك كتالوج ده، الارك قلنا دي مجموعه الادوات اللي انا بستعملها عشان ايه في التحويلات وفي التجهيز بتاع الملفات وكده. في عندي حاجه اسمها 3 دي اناليست تولز، هفكها كده. وبعدين في عندي حاجه اسمها داتا مانجمنت، شايفينها؟ لما ببص على داتا مانجمنت في حاجه اسمها تن، اسمها ايه؟ التن. هقول له ايه كرييت تن، دبل كليك كده عليها تمام. و هيعمل لي تن منين بقى؟ هروح اقول له بقى ايه انه انا عايز من الايه
احنا رحنا هنا ده في هنا ولا هنا؟ هنا بقى مش كده؟ اهو دي السي سي اهو ده. بقول له ايه؟ عايز البوليجونز هات، تمام كده؟ بقت انضافت هنا اهي، واقول له اوكي. بنتظره. ايوه تمام، هو عملها حقق نفذها وجابها لي ايه؟ جابها لي هنا، بس هو جابها تقريبا فلات. هي فلات ولا مش فلات؟ مش عارف. ماهيش فلات. طيب خلينا نقول له كده بروبارتيز، نشوف هتبقى هي فلات ولا مش فلات. البيز هايت اللي هو البيز هايت هو خده الكريتين ده. الارتفاع كانت واطيه شويه عندنا يعني، ممكن الارتفاع كانت واطيه شويه، لكنه ايه، هو عامل لي الالوان دي كل لون بايه؟ بكونتور، يعني دول 9 متر، دي 8، دي 6، 5، 4، 2 كده. طيب لو انا قلت له بروبارتيز سيمبولوجي، ممكن انا اقول له ايه؟ الاليفيشنز دي الفواصل بتاعت الكونتور مش عايزها، والاليفيشن ده عايزه مثلا يبقى ايه؟ مورج كده، لوني كده بالالوان دي، تمام. يبقى انا كده ايه؟ دي الارتفاعات. طيب المباني بقى دي المفروض انها تبقى ايه؟ متدرجه مع الارتفاعات. هي مش عارف متدرجه ولا هي عملها متدرجه الظاهر، خلينا نتاكد كده. وده الاكسترجن اللي احنا ظبطناه، قلنا له ياخد الهايت. في هنا حاجه ثانيه اسمها ايه؟ اسمها البيز هايت. البيز هايت هنا هو فلوتنج اون كاستم سيرفيس، اللي هو بقى ايه؟ الكريتن ده. هقول له ابلاي، ابتدى يرفع المباني فوق الايه؟ فوق الكونتور. ابتدى يرفع المباني فوق الايه؟ فوق الكونتور، شايفين؟ طيب حاجة أضيف هنا كمان، صورة فضائية في الصور. نطلع في الأشياء كمان يمكن كده، مش عارف من فين. احنا متهيألي كنا حاطين صورة في واحدة من ال database، صح؟ كانت فين؟ ولتكن دي مثلا. ناخد دي 25. حلو قوي. هو ايه؟ حط الصوره على الارض والكونتور، وخفى الكونتور. غالبا دي مشكله. وعملها فلات تاني؟ لا مش فلات، هي فيها ميول يعني. طيب لو انا جيت كده قلت له خصائص الصوره دي، انا عايزها البيز هات بتاعها ياخده من الايه؟ من التن ديت. شوف عمل ايه بقى؟ خد الايه؟ خد البيز هايت بتاع الصوره الفضائيه من الايه؟ من التن، او من التن. خلينا، انا كنت عندي تن عاملها قبل كده، عملتها حط واحده كده اقوى شويه يعني، البتاع ده اللي حط دي كده، الميول بتاعتها اكبر شويه، واشيل الثانيه دي كريت، ودي المباني اقعدها عليها بقى. يجيب البيز هايت من انهي تم بقى؟ دي. يقول فيها ازود شويه، نقدر تشوفها.
وبعدين دي برضو نفس الحكاية، الصورة الفضائية أقول له إيه، خلي البيز هايت بتاعها خليه هو الإيه تاني بيت. طبعا التين نفسها ممكن اطفيها بقى خلاص، انا عندي بقى ايه الصوره الفضائيه واخده الايه، واخده شكل التين او الكونتور بتاعت المبنى بتاعت تحت المباني. فدي واحده من الطرق ان انا ايه اعمل 3 دي للمباني، واعمل 3 دي كمان للايه للباك جراوند او الخلفيه او الارضيه بتاعت المباني، سواء انا اعملها في الصوره بالشكل ده واقدر اظبط الوانها، واقدر اظبط كمان شوف السيمبولوجي بتاعها، ممكن اقول له ايه دول 9 كلاسيفيكيشن، اقول له كلاسيفاي بتاع ده الانترنالز، ممكن ايه المسافات اللي بين الكونتور وبعضها، ممكن انا اعمل ايه نيتشر بريكس، ممكن اخليهم مثلا 12 مثلا. والالوان بقى ممكن اخد بقى حاجه مثلا خضروات بقى، انا منطقه جبليه يعني خضراء وبتاع. ولو انا مش عايز الخطوط دي انا برضو بعمل كده في السيمبولوجي، الغي دي الايدجز دي، يقوم ايه خلاص يشيل الخطوط ويطلع لي الايه انا اقدر بقى يعني في ايه تحليلات اضافيه بقى، ممكن اعمل حسابات للميول، يطلع لي اسطح لميولها مثلا ازود من كذا، يطلع لي يعني في ايه عمليات كتيره اقدر ايه اجريها، ممكن اعمل دراسات بصريه باستخدام التين دي. فانا مجرد ما انا حولت ال 3 دي كونتورز لتين صارت او سطح يعني صارت سطح، اقدر اعمل عليه ايه اناليسيس مور اناليسيس على الايه على السطح الايه ذو الميول ده. ممكن كمان اعمل انيميشن، ممكن اعمل شوف هنا مثلا اكسبورت سين، ممكن اصدر اللقطه دي ثنائيه الابعاد او ثلاثيه الابعاد، والثلاثي الابعاد كمان يديني ان انا ايه بحوله باكستنشن اسمه ايه في ار ام ال. الفي ار ام ال ده دي صيغه انا اقدر ايه اتحرك حواليها واتحرك جنبها في برامج ايه تعرض لي الكلام ده. يبقى انا ايه واعتقد في يمكن 3 دي ماكس اقدر احوله ل 3 دي اس واتعامل معاه لانه سطح وكده. طبعا التحويلات بقى من كونتور ل 10، ومن 10 ل دبليو ار ال، ومن دبليو ار ال ل 3 دي اس، قد يكون ايه مش احسن حاجه ان انا ايه احصل على 3 دي توبوجرافي يعني، لانه التحويلات كانك زي ما تكون ايه بتترجم من عربي لاردو، ومن اردو لهندي، ومن هندي لانجليزي، فلا يمكن الترجمه هتطلع بالدقه لو زي لو ترجمت او كتبت بالانجليزي مباشره، او ترجمت من عربي لانجلش مباشره يعني. ده البرنامج بتاع الارك سين اللي احنا كنا اتفقنا ان احنا ايه نبص عليه. اعتقد في جزئيه كده انا كنت ايوه في جزئيه تانية كان برضو كنت اتفقنا ان احنا نستعرضها المره اللي جايه او المره دي يعني اللي هي المره الاخيره، خاصه بايه بقى، خاصه الزنا ان انا ازاي اعمل اعمل انتراكتيف مان. يعني ايه انتراكتيف مان؟ هوريك مثال وهقول لك بنعملها ازاي. هتقف هنا دول كده عشان انا خلاص مش محتاجهم، وبروح على 3D دي ال 10، لو دي الفايلات بتاعت الايه ال 10 اللي احنا استعملناها. احنا حطينا ال 10 المره الماضيه في الايه في الفولدر بتاع التمبرري فايل او الملفات المؤقته. خليني اشوف الفايل ده تست.
أوريك المثال اللي هو اللي فيه التيست بتاعنا. هنحطه هنا. هي فيها تريك بسيط كده، هنشوف ايه امكانيات ان انا استعمل البرنامج في انه يعمل لي حاجه انتر اكتيف ماب، ووريك ازاي بتتعمل يعني. يعني احنا في الكورس ده غطينا البيزكس بتاع الجي اس، البيزك كونسبتس بتاعت الجي اس، ايه هو الجي اس، وازاي ادخل داتا واربطها واعمل لها شويه مانيبيوليشن او ازاي استعرضها. فده جزء من الايه، من الاستعراض. طبعا في بقى يعني في فانكشنز او وظائف للجي اس في اناليسز احنا ما تعرضنالهاش يعني. هوريك مثلا ايه مثال كده. ده ايه، دي خريطة كده. نفس المنطقة اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها، المنطقة اللي هي بتاعت موجودة في جدة، اللي هي جدة التاريخية يعني. وبعدين احنا بقى ايه، هنشوف كده في أداة هنا اهوت في الشريط اللي هو بتاع اسمه ايه، الشريط ده اسمه ستاندر اعتقد او تولز. تمام، في اداه ان هو عليها علامه ايه، هايبر لينك. لو انا ضغطت عليها كده هتبين لي الايه، العناصر اللي ايه، اللي هي هايبر لينك او ايه. فانا مثلا ربطت الصوره بتاعت المبنى بالايه، بالمبنى يعني. المبنى ده كده ربطته ايه، المبنى ده كده يعني، اي مبنى ايه انا اختاره، انا في قاعده البيانات بتاعته حطيت المسار بتاع الايه، بتاع في المبنى ده حطيت المسار بتاع الايه، بتاع المبنى. كمان حتى الشوارع مثلا، طبعا هو لما بيروح لحته مش لاقي لها داتا فبيقول انا مش لاقي الداتا بتاعتي. شوف مثلا ايه، ربطنا المسار او الشارع ده بايه، بفيديو يعرض الايه، الطابع العمراني بتاع الايه، بتاع المسار ده، ايه المباني وايه الانشطه فاحنا الجي اس كده نقلنا من ان هو داتا وصفيه وداتا مكانيه الى ايه، الى نوع من الايه، من البيانات العمرانيه الصعب ان انت تحطها في جدول يعني. التجربه بتاعت بتاعت المسار تقدر انت حضرتك ايه، تشوفها ايه، تشوفها على بعضها يعني. لو شفنا مثلا ده هنا كده، المسار ده شوف المباني، الأنشطة اللي في المباني، لما تبقى عندك أنت الداتا بقى إنه الدور الأرضي بتاع المبنى ده تجاري والدور الأول مش عارف أوفيسز ولا سكني ولا بتاع، هتبقى أنت عندك كده إيه، صورة إيه أكثر، إيه أكثر دقة للإيه، للمعلومة بشكلها المختلف يعني. اي فايلز فيها بيانات، ها اقدر احطها ايه، لينكد، وايه، سواء صوره سواء جدول سواء اي معلومه. انا عملت الحكايه دي ازاي بقى؟ شوف بقى، انا عندي ايه، الدوكيومنتد اريا او المنطقه اللي ايه تم توثيقها اهي. هشوح كده على التيبل بتاعها هلاقي ايه،
هلاقي ان انا هنا حطيت ايه؟ حطيت ولا لا دي مش ما فيهاش، حطيت حطيت المسار بتاع الصوره يمكن في الهستيريك اريا ديت، نشوف كده. لا برضه table of contents documented area. هل في حاجة hidden؟ hidden all fields on. أيوة بص بقى كده، أيوة كان الجماعة ظهر خفيين من بعض هي اللير دي اسمها إيه؟ خلينا نشوفها معلش. table of contents دي هي دي اللير بتاعت صح كده. لو انا جيت كده على علامة الاستفهام دي وقلت له انا عايز اشوف ده ايه، بيانات ده ايه، هو ده في اللير اسمها documented area. طيب جميل، وبعدين ادي الداتا بتاعته. طيب وادي الاوبجكت اي دي، وادي الشيب لينس، وادي الشيب مش مش الشيب اي دي، وده البيلدنج هات كده كده. طب الستريتس كده خلينا نشوف الستريتس. ده الستريت نيم والستريت تو اديت، دي اسامي الشوارع، بعضهم لهم اسامي وبعضهم ما لهمش. شوف هنا كده لو انا قلت كده ديسندنج هلاقي هنا فوق كده، شايف انت ال بتاع ده ده المسار بتاع الفيلم الفيديو، ده المسار بتاع الفيلم الثاني والثالث والرابع والخامس. لو انا جيت كده عملت كده دبل كليك على انا طافي اللير معلش، ده اللي هو الايه؟ لا فين التيبل؟ تمام، لو عملت دبل كليك على ده المفروض ان هو يطلع لي الشارع ده. ايوه اللي هو ده، شوف كده ده بيقول لي ايه بقى؟ العلوي ستريت دوت موف اللي هو ده، شايفين الاسم ده؟ لا هو مش عارف يلاقيه، المسار مش عارف يلاقيه. طيب لو انا جيت على ده اللي هو ده برضو المسار مش عارف يلاقيه. امال مين اللي كان شغال معانا؟ دبل كليك كده اهو ده، ايوه ده اللي مش ده اللي موجود. هو بيروح يعمل ايه؟ هو بيروح يدور على خلينا نقول كده بسرعه في ال شوف هنا انا بكتب له هنا اهو، بيروح يدور على المسار بتاع الفايل، اسم الفايل والمسار بتاعه. يعني المسار ده في اسمه ايه؟ بي جي مش عارف فولدر كان كده، كان اسمه بي جي بيكشر. هل انا عندي بي جي بيكشر؟ في قبل ده اهو، هنا مفيش بي جي بيكشر، مفيش موجود. طيب عشان كده مش لاقيه. طب اللي قبله اسمه قابل اهو، شايف قابل وقابل اهو، في عندي فولدر اسمه قابل وفي ايه؟ العلوي. طيب في قابل؟ اه في قابل اهو تمام، في صور وفي ايه؟ وفي الفيديو زي الاثنين فيديو دول اللي احنا ايه؟ اللي احنا بنعمل لهم كول، اللي انا بستدعيهم من الايه؟ من الرابط تمام. ولو عندي صور حتى صور برضو ايه؟ بنبقى بنفس الطريقه ان انا باجي اعمل كولوم هنا اهو، قلت له الكولوم ده خصائصه ايه بقى؟
شوف كده. الكولوم ده خصائصه ايه بقى؟ خصائصه انه ايه؟ سترينج. انه ايه؟ سترينج. وعدده طبعا الرقم اللي بكتبه هنا اهو لازم المسار يبقى ده اكتر من المسار اللي انا ايه بستعمله. فاستحسن انه ايه؟ ما افضلش انا ايه اعمل مسار جوه مسار جوه مسار واسمه فايل كبير وادي له هنا 50 كاركتر يعني. فده الايه؟ ده الايه؟ ازاي انا بكتب الايه؟ الرابط، بحط رابط هنا زي كده. العلوي ده موجود هنا في فولدر اسمه العلوي؟ اه لازم يبقى فيه موجود. فين العلوي؟ اهو العلوي اهو. العلوي ده فيه فيديوز؟ اه فيه فيديو اسمه العلوي ستريت، العلوي ستريت 3 والعلوي ستريت 2. شوف كده. فين ال هنا اهو هتلاقي العلوي ستريت والعلوي ستريت 3 والعلوي ستريت 2 اهو. نفس الايه؟ الفيديو البتاع ده جوه فولدر اسمه العلوي، وبعدين باك سلاش هنا قبل منه نقطتين معناته ايه؟ انه في الروت بتاع الايه؟ بتاع نفس الملف بتاع الايه؟ بتاع الخريطه ديت. يعني يروح يدور عليه في الروت بتاع الايه؟ بتاع الداتابيز. يعني لو انا كده بصيت كده هلاقي ايه؟ انه انا الداتابيز هنا اهي. تمام؟ الداتابيز موجوده هنا. بطلع فوق خطوه هلاقي المجلدات موجوده ايه في الخطوه اللي فوق اللي هو في الرود بتاع البتاع ده. تمام؟ يبقى انا ربطت الفيديوهات بالايه؟ بالحكايه دي. طيب المباني بقى، خلينا نشوف تاني الجدول بتاع المباني. هو بين اتريبيوت تيبل حلو؟ بيلدينج هايت، بيلدينج اي دي، شيب لينس، شيب اوبجكت، نمبر فلور، اركتشر ستايل، كونستراكشن تايب، كواليتي، مش عارف. ايوه اهو بص هنا دي البيكشر اهو. الكولوم ده اسمه ايه؟ هعمل له اسندنج كده فيقوم يطلع لي بقى ادي قابل اهو الصوره 75 و74 و73 الصور كلها اهي. تمام؟ وبعدين فولدر تاني اسمه فوتوز، وفي فولدر اسمه الجامع، فولدر اسمه العلوي. فهتلاقي هنا اهو هتلاقي لما تطلع فوق كده هتلاقي فوتوز الجامع والعلوي وفوتوز وقابل. هتلاقي نفس الايه؟ المجلدات اللي هي ايه تمت عليها. في بعض الحاجات ملهاش هنا اهو، لا ملهاش ايه؟ ملهاش صور لسه. فيعني ايه محتاجه كانت ايه؟ يعني انت لو انت شغال انت محتاج تكمل الايه؟ الخريطه بتاعتك. طيب ازاي بقى انا خليت انه دي تبقى انتراكتيف كده؟ ان انا لما اضغط عليها كده تجيب لي الصوره. خلاص انا عرفت ان انا بحطها في الجدول، بحطها في التيبل بتاعت الايه؟ بتاع بعمل كولوم. ها وخصائص الكولوم ده ايه؟ هنا اهو اهو انه ايه؟ هنا سترينج، انه الكولوم ده سترينج. وهنا اهو شوف اللينس بتاعه بقى، ده حد كان عامله الظاهر من الطلاب، عامل اللينس بتاعه مش عارف كام ألف كاركتر، حاجة يعني مهولة يعني. طبعا مش المفروض إن يبقى كده يعني. طيب نرجع تاني بقى للإيه؟ إزاي أنا خليتها بقت انتراكتيف كده؟ بقول له كده أروح على الخصائص بروبرتيز بتاعت اللير كلها. ها خصائص الإيه؟ اللير دي. وبعدين باجي على شوف هنا السلكشن ديسبلاي. ايوه في الديسبلاي. بص بقى كده في الديسبلاي بعلم على دي سبورت هايبر لينك يوزنج فيلد، واختار الفيلد اللي انا عايز اعمل بيه ايه؟ اعمل بيه هايبر لينك. واختار دي تمام واقول له ايه؟ انا عايز ايه من الفيلدز دي اعمل بيه هايبر لينك. اقول له تمام. والهايبر لينك ده يجيب ايه؟ يجيب دوكيومنت ولا موقع اونلاين ولا سكريبت يشغله ولا اعمل ايه بالظبط؟ فهنا انا اقدر إيه؟ بعمل ده انه يبقى ايه؟ هايبر لينك. كمان في حاجه اسمها ايه؟ اتش تي ام ال بوب اب. يعني ايه بقى؟ انه لما يبقى هايبر لينك والفيلد ده فيه معلومه يقوم يعمل ايه بقى؟ شو كونتنتس فور ذيس لاير يوزنج اتش تي ام ال بوب اب تول. يعني ايه؟ يبين كمان الايه؟ التول المعلومات بتاعه الايه؟
بتاعه الحقل ده او السطر ده من الجدول يعرض كمان المعلومات ايه بتاعته. يبقى انا لو رحنا كده على ستريتس، شوف هنا اهو في الخصائص بتاعتها هتلاقي ايه ان هو في الديسبلاي هنا اخترنا ايه، هنا اخترنا الفولدر اس الكولوم اسمه ايه، بريس هير تو ران فيديو. الكولوم الثانيه كان الكولوم اسمه بيكتشر. انا بعمل كولوم وزي ما شفنا كده وهحط له التايب بتاعه سترينج وايه وخليه يبقى هو الايه الانتر اكتف بتاعي. طيب لو انا لغيت دي حلو وقلت له اوكي، لما اجي اضغط هنا بقى هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه خالص، شايف؟ طيب لو انا كده رجعت تاني قلت له ايه؟ اه هي دي بس ايه؟ ستريت نيم. طيب وضغطت هنا بيقول لي ايه؟ مفيش ايه؟ مفيش حاجه اسمها ايه؟ ان ايبل تو اوبن قابل ستريت، ستريت نيم اسم الايه؟ اسم الشارع، ما هو اسم الشارع اسمه قابل. ها؟ فراح قرا اسم الشارع وما لقالوش اي ايه رابط ولا له اي حاجه. فانا لازم اعمل ايه؟ اروح هنا واقول له ايه؟ انه ايه؟ ده شغل الفيديو، ران فيديو. كليك هير تو ران فيديو. كليك هير تو ران فيديو ده اللي هو ايه بقى؟ لو احنا رحنا على الفيلدز ها؟ اهو اسم العمود اسمه كده. اسم العمود هنا كده. فلما انا دلوقتي لما اضغط هنا هيروح على طول ايه؟ مشغل لي الايه؟ مشغل لي الفيديو الرابط بتاع الفيديو. يبقى دي الطريقه اللي انا ايه؟ اعمل بيها. طيب ان انا اعمل بيها ايه؟ خريطه انتر اكتف. اعمل بيها خريطه ايه؟ انتر اكتف. طيب لو انا بقى الخريطه دي عايز اوزعها، عايز اوزع، خد بالك بقى شوف هنا خريطه اهو السكيل بتاعها اتغير. ها يعني لو انا جيت كده رحت كاتب 2500 ابتدت الخريطه تبقى ايه؟ تبقى مرحله كده تحت شويه، شايف؟ عشان ايه اظبطها في السكيل بتاع الايه بتاع احنا الظاهر عملنا زوم ولا حاجه واحنا ايه لما كنا بندور على الشوارع شارع بشارع سيلكشن بقول له كلير سيلكشن عشان ايه. طيب لو افترضنا بقى ان انا عايز الخريطه دي اوزعها، عايز الخريطه دي اوزعها وتبقى انتر اكتف كده، في عندي كذا طريقه الحقيقه. في اولا في في نسخه من الجي اس بتشتغل على الشبكات، والنسخه دي تقدر ان انت حضرتك ايه تخليها تبث من خلالها الخريطه وتبقى انتر اكتف وكده، يعني الناس تقدر ايه تستعرض البيانات بتاعتك من خلالها، البيانات اللي انت حاططها يعني. وفي طريقه تانية ان انت تخرج الخريطه دي، في برامج كتيره الحقيقه، في حاجه اسمها ايمج مابر، في يعني يحول لك الخريطه دي لمجموعه من الصور الصغيره كده انتر اكتف، وزي سكريبت كده يعمله بحيث انه بيبقى جافا سكريبت بيست وما يطلعش الداتا. ده الحقيقه دي كانت كويسه قوي يعني كتول، يعني ان انت في النهايه انت مش عايز تدي للناس الداتا بتاعتك الداتا بيز نفسها، فهو كان يطلع خريطه انتر اكتف تقدر تستعرضها من خلال المستكشف بتاع الانترنت وتعمل عليها كويريز وتعمل او يعني استعراض للبيانات وفرز البيانات كل اللي انت عايزه من غير ما يكون ايه، من غير طبعا انت كل ده احنا مجهزينه هنا. ها لما تقول له بقى صدر دي على من خلال الايمج مابر ده كان يصدرها ايه بالشكل زي ما انا عاملها هنا يعني. وياخد اللينكس وياخد الفيديوز وياخد كل حاجه ايه يربطها بيها. الطريقه الثالثه بقى انه الشركه بتاعت ازري عاملين برنامج اسمه ارك ريدر. ارك ريدر الارك ريدر ده تقدر تستعرض منه الايه، هو بيديك شويه ادوات كده تقيس مسافه تعمل مش عارف يعني. هنا برضو احنا عندنا هنا بعض الادوات ان انا اقدر اقيس مسافه زي اللي في جوجل ايرث كده يعني.
يديك المسافات اللي انت ايه اللي انت عايز تقيسها يعني. فالتاني برضو في نفس الحكايه ان انت تستعرض بعض المعلومه لاي اي عنصر من العناصر زي كده يعني، فاهم؟ تقدر يعني شوف هنا دول عنصرين فوق بعض على فكره، برضو ده ايه مشكله في الخريطه يعني. المهم يعني انت تقدر في شويه الادوات اللي هي الايه البيزكس، تعمل زوم ان وزوم اوت وبحث يعني، ممكن انت تعمل بحث ايه عن عنصر من عناصر، تكتب بس بدور تكتب انت بانهي لاير، وتكتب الحاجه اللي انت الفيلد اللي انت عايز تدور فيه، وهو يدور لك عليه يعني. ممكن باللوكيشن، وممكن بالايه بالريفرنسنج، او بالايه بالفيتشر نفسه بحسب الايه المعلومات اللي انت تدخلها يعني. هتقول له مثلا ايه عايز العناصر اللي هي مثلا ايه سي مثلا، ده مثلا ايه فيها حاجه اسمها سي الدوكيمنت بتاعي، اقول له فايند، فجاب لي الايه كل الايه العناصر كوميرشال، ها الفاليو بتاعتها دي كوميرشال فيرنيكولار كوميرشال، كل ده جوه الايه الدوكيمنت اريا، ها كل اللي فيها حرف سي. لو انا كده قلت له كوميرشال سي او ام ام اي ار مثلا، قلت له فاين، هيجيب لي بس الايه الكوميرشال كل الحاجات اللي فيها كوميرشال اللي في اللاير بتاعت ايه دوكيمنت اريا اللي هي دي. قلت له انا كده ايه استعرضتهم بالايه بمعلوميه، لو انا اخترت واحد فيهم المفروض ان هو كاني هي حددته يجيبه لي في نص الشاشه وهكذا، يفضل ايه يلفهم لي كده. فانا ايه لو انا باللوكيشن هقول له مثلا ايه سنجل لاين انبوت، يعني ممكن انا اجيبه باللوكيشن او بالايه بالفيتشرز، بس انا للاسف ما عنديش اي حاجه اجيب بيها باللوكيشن يعني، او ان انا استعرض يعني. في شويه ادوات كده، في الادوات دي موجوده اللي هي الاساسيه دي بتاعت الاستعراض، القياس والتعرف على البيانات وبتاع، والتشغيل الايه الانتر اكتيفيتي بتاعت العناصر، تمام، موجوده في الايه في الارك ريدر يعني. الارك ريدر ده مجانا، تمام، ومجرد ان انت بتصدر ده لايه الارك ريدر، تصدر الخريطه دي لايه الارك ريدر. بمناسبه التصدير احنا في طريقتين، في ممكن انا اقول له برنت، تمام، برنت بريفيو، وفي البريفيو ده لو انا قلت له برنت كده بيديني بقى ايه البرنتر اللي انا عايزه، تمام، الديفولت بتاعه، واختار مقاس الورقه ونختار البتاع دي اللي هي الايه الصفحه بتاعت الاعدادات اللي احنا مرينا عليها قبل كده في اول مره خالص، تمام. وهنا دي الكواليتي بتاعت الصوره اللي انا عايز اخرجها، كل طبعا ما تزيد كل ما الايه كل ما الحجم الملف يبقى اكبر، وايه الوقت ياخد وقت ايه اطول مني يعني، اطول من في الاعداد. الطريقه الثانيه ان انا بعمل اكسبورت ماب، وبيصدرها لي على انها جي بي جي او تيف او اي بي اس او زي اي صيغه انا عايزها. خد بالك الاي بي اس ده اللي هو ايه انكابسوليتد بوست سكريبت، ودي صيغه فيكتور يعني، مش صيغه مش صوره يعني. واقدر اتحكم بقى فيه في الدقه بتاعت الريزولوشن بتاعه، واقدر اتحكم في مقاس الصوره، ازيده واكبره زي ما انا عايز يعني. جيف تيف تيف بس بصيغه ثانيه، بي ان جي جي بي جي بي ان بي بي دي اف، يعني ايه في ايه صيغ مختلفه انا اقدر ايه اصدر بيها التيف. طبعا ميزته ان هو ايه بيدي دبث الالوان ازود من الايه من الجي بي جي، بس طبعا حجمه اكبر. دي الصيغ المختلفه بتاعت التصدير بتاع احنا شفنا الارك سين، قلنا ان هو ايه اقدر اصدر منه دبليو ار ال او 2 دي اللي هو ايه هيبقى جي بي جي صوره وكده. ده كده كان
الجزء اللي احنا كان بقلنا اتفقنا عليه المرة الماضية ان احنا ان شاء الله نستكمله يعني. انا حابب اسمع من الناس يعني لو عندهم استفسارات، عندهم أسئلة، عندهم ملاحظات، حد حاول يجرب حاجة وحصل له مشكلة وممكن نتكلم فيها مع بعض قبل ما نقفل يعني الكورس يعني. طيب لو احنا كده يعني لو مفيش حد له استفسار او ملاحظه او كده احنا بنكتفي كده النهارده، وان شاء الله انتوا عندكم وسائل الاتصال بيه على بدلناها مره قبل كده موجوده على موجود يعني في الفيديوهات دي ان شاء الله هتبقى موجوده على الموقع بتاع بيم اريبيا، وبرضه هتبقى موجودة على اليوتيوب شانل بتاعتي، واللي حابب يعني يتواصل معايا الايميل بتاعي موجود، وأكون سعيد يعني بالتواصل معاكم يعني. وشكر لكم وانضمامكم يعني، أتمنى إن شاء الله أكون يعني أفدت معاكم بشيء يعني ولو شيء بسيط يعني. باشمهندس أحمد. دكتور طبعا شكرا جزيلا لحضرتك على محاضرة النهاردة، وبارك الله في حضرتك وفي مجهودك كده. تمام، محاضرة النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله. يا ريت برضو لو في وسيلة يعني نتبادل الرابط بتاع الفيديو بتاعها نكون شاكرين ليكم. طيب حضرتك، أنا ممكن أبقى أجمعهم وأبعتهم لحضرتك وأنا إن شاء الله. دلوقتي. شاكر ليك، شاكر ليك يا حبيبي، الله يسلمك. نشوفكم على خير إن شاء الله. أبعت لحضراتكم حالا رابط الحضور.